الو، مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا نمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو، انا وزير الداخليه. ايه؟ وزير ايه؟ وزير الداخليه؟ طب ونعرف ازاي انك انت وزير الداخليه؟ مش يمكن حد تاني؟ لا، انت حد تاني. حد تاني ازاي؟ معقول ما تكونيش عارفه صوتي؟ اعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض اخد وعطا، عشان اول ما تقول لي الو اعرف صوتك. اعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست، انت اللي بيكلمك وزير الداخليه، وبحكم منصبي بسالك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخليه، احلف. يا ستي انا وزير الداخليه من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبه، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سياده الوزير، الدور كله متلغم بانابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك، اي مغامره طايشه هيولعها في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ وهم كام نفر يا بنتي؟ اعرف ازاي بس يا ست الوزير؟ اذا كان المدفع الرشاش في صرصور ودني. خلاص يا بنتي خلاص، انت تفهميهم ان الوزير عايز يتفاهم معاهم، والتفاهم مفيش احسن منه. احنا يهمنا مصلحة الجميع، ارهابيين ورهاين كمان. سيادة الوزير عايز يكلمك شخصيا. تكلمنا انا؟ لا، انا ما اكلمش في التليفون. حاضر. عايز يكلمني يبقى من خلال جهاز لاسلكي. ها؟ حاضر. اصل التليفون هيقيد حركتي، انما جهاز اللاسلكي ممكن اتكلم فيه وانا في وسط الناس، حركتي تبقى حره. صح. حاضر. يبعتوا الجهاز مع طفل صغير يعني 5 سنين 4 سنين. حاضر. في اي حاجه تانية؟ لا. حاضر. ايه؟ انا مش هقدر استحمل اكتر من كده، مش هقدر استحمل. اهدي يا مدام، اهدي واستحملي. انت حاسبني؟ عن اذنك يا استاذ انا ماشي. رايحة فين؟ انا واخدة اذن بالانصراف بدري ساعتين. ايوه، انا اللي اديتها الاذن. عشان لا مؤاخذة برضع. بترضعي؟ انت شكل واحدة بترضع. وبعدين كلام الحكومة مشيش علينا هنا، عادي. في اوروبا والدول المتقدمة برضع صناعي. مغشوش وغالي. مغشوش وغالي بقى، تعودي لغاية ما اجيب لك حقك. كله تمام يا زعيم، اللاسلكي جاي حال، بيدوروا على العيل الصغير وهيبعتوا معاه على طول. وافقوا؟ وافقوا. ده كده عادي على الأول. يا جماعة يا جماعة، مش كده، مش وقته. احنا في ايه ولا في ايه؟ بعدين بعدين بعدين. اوعدكم لما ترجع الامور الى ما كانت عليه انا مستعد هتكلم معاكم واحد واحد. ايه؟ ايه في ايه؟ الاندفاع خلف الشيطان نهايته الدمار. الجدع ده مقضى عليه لا محالة، ونهايته معروفة، يا السجن يا المشنقة. وبنت أمورة وحلوة زيك، تلات أرباع شباب البلد يتمنوا واحدة زيها. تتورطي معاه ليه؟ وعشان ايه؟ انت ما اتخلقتيش للسجن والبهدلة، انت اتخلقتي للحياة الحلوة النعمة. برفانات، فوريرات، عربيات، انت مش ناقصك غير توب طويل وحجاب وتبقي من الفاضلات. عودي الى صوابك. وش معنى بقى اخترتني انا بالذات عشان تديها النصيحة؟ ودي بصة واحد بيدي نصايح؟ انت اخت وانا خايف على مستقبلك. ودول ايه؟ مش اخواتك وليهم مستقبل يتخاف عليه؟ لا، دول مش اهل نصيحة، وباين عليهم راكبين دماغهم. شايفني راكبة ايه؟ انا كمان زيهم، راكبة دماغي زيهم بالظبط. سلام. هي موتة ولا اتنين؟ انا مش عايزة اموت، مش عايزة اموت، مش عايزة اموت. ايه يا مدام، هو بمزاجك؟
بقول لكم ايه، احنا نهجم عليهم. نعم يا اخويا نهجم، ليه والعمر بعساء؟ قربوا هنا، احنا نقوم عليهم قومة رجل واحد. هيحصل ايه؟ هيموت مننا كام؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة؟ بس أنا مش راجل، أنا مش راجل، مش راجل. اهدي اهدي يا اللي مش راجل. حضرتك جرب أنت الأول. اهجم أنت الأول وإحنا كلنا وراك. لا أنا ما أعرفش أهجم، أنا أعرف أخطط بس. في أوروبا والدول المتقدمة اللي بيخطط هو اللي بيجي بجد. أنا عارف الهمس ده وراه إيه بالظبط. لو القعدة هنا مش عاجبة حضرتك ممكن تنزل تقعد مع الناس المهمين اللي تحت، بس أنا مش هبعتك من السلم، أنا هبعتك من الشباك. لا أنا مبسوط بالقعدة مع حضراتكم هنا والإخوان. ليه؟ بقى تنزل سيادتك تقعد معاهم. أنا كده مستريح. سيادة الرئيس يا فندم. سيادة رئيس مجلس الوزراء. لا يا فندم، رئيسنا كلنا يا فندم. أفندم سيادة الرئيس، لا يا فندم احنا مسيطرين على الموقف تماما، شوية العيال دول نقدر نخلص عليهم في دقيقة واحدة، لكن حرصا على سلامة الموظفين اللي في المجمع احنا بنستعمل معاهم الطرق الودية يا فندم. لا يا فندم احنا ما عندناش معلومات كافية عنهم، لكن يا فندم دي عملية هبلة هبلة خالص. اطمن سعادتك يا فندم، اطمن سعادتك. فين الولد؟ بتاعك عشان تكلمه السجارة في بوقك ده ساعات البهي وزير الداخلية، الشنبات والرجالة والبهوات بتترعش قدامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي كلنا في ده الوطن يا سعادة البهي الباشا الوزير، كلنا في ده الوطن، منهم لله إلا هشوفهم متقطعين حتت حتت، كلنا في ده البلد يا بيه. ابنك إن شاء الله هيرجع لك سليم يا ست هاني. قولي قولي يا مو محروس، ما اسم الله على مقامك ابني اسمه محروس. أنت أم البطل يا ست محروس. ها؟ يا ست ام محروس. ايوه يا بيه. امسك محروس يا حبيبي، الجهاز اهو تطلع على السلم صويع منك فاهم، احسن يبوظ. ابني تقع حاجه من ايده دي تبقى حكايه وروايه. اه بس لازم نتفق يا سعاده البيه الاول. نتفق على ايه يا ست ام محروس؟ كلك نظر يا سعاده البيه الوزير، ده ابني اسم الله عليه داخل مغامر ويا عالم هيرجع على رجليه ولا على نقاله. طلباتك ايه يا ست ام محروس؟ ياخد اعفاء من مصاريف المدرسه طول ما هو بيتعلم. دي مقدور عليها. وان شاء الله ان شاء الله لما ياخد الثانويه العامه تاخده عندكم في كليه الشرطه. ده لسه بدري عليها قوي يا ست ام محروس. الله يا ترى مين هيعيش؟ انا اوعدك بس ادعي لي ان انا اكون لسه في الوزاره. مش ناقص غير حاجه واحده بس يا سعاده الباشا. ايه هي يا مدام؟ ما تخلصينا مكافاه حلوه كده الواد يفرح بيها ويحلي بقه. خلاص خلاص ممكن نصرف له 100 جنيه. ايه 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 100 جنيه؟ معلش بقى يا سعادة اللواء، هتعين من عيالك يطلع سلم المجمع، ده انا ابني اسم الله على مقامكم كلكم بيكسب في اليوم الواحد 150 جنيه، وهو زي الباشا. ايه 150 جنيه في اليوم؟ وهو انا معقول هكسب